طيب، في خبر عاجل، قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على موقع عسكري أمريكي في الحدود بين الأردن وسوريا. وطبعا هذه الحادثة تعتبر هي الأولى من نوعها التي يقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة. ينضم إلينا عبر الزوم من رام الله وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد أحمد مجدلاني. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية عايزين نشرح لكل الناس اللي بتتفرج علينا إيه دور الأونروا اللي بتعمله للفلسطينيين. سعد الله مسائك ومساء كل الأخوات والأخوة المشاهدين على قناتكم، الحقيقة اللي هي منصة محترمة ومقدرة، وهي منصة يعني تنقل الصوت الفلسطيني والصوت العربي اللي يعني يتضامن مع فلسطين ومع نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال. وأنا بشكرك على مداخلتك الطويلة والمهمة اللي أوضحتي فيها جوانب مختلفة، سواء من قرار المحكمة العدل الدولية أو فيما يتعلق في القرار اللي اتخذته بعض الدول، وهو قرار الحقيقة ظالم ومتعجل وغير موضوعي، وإنما فقط يعبر عن الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنا أريد أن أولاً أن أوضح أن الأونروا صدرت بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي يشير بوضوح إلى حق الفلسطينيين بالعودة والتعويض إلى ديارهم التي أخرجوا منها. وفي ضوء هذا القرار، هذا قرار عام 1949، وفي ضوء هذا القرار صدر قرار آخر الذي أنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في رقم 302 عام 1949 أو 1950، الذي أسس هذه الوكالة لرعاية الفلسطينيين. منذ إنشاء الوكالة هي تقوم برعاية اللاجئين الفلسطينيين في 5 مراكز عمليات، هو قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. الوكالة الآن ترعى حوالي 5,600,000 فلسطيني، سواء كان داخل فلسطين أو خارجها. وبالتالي الوكالة تركز في عملياتها سواء بالقطاع الصحي والقطاع التعليمي والقطاع أيضا التدريبي، وأيضا الوكالة تقدم خدمات أخرى في المخيمات الفلسطينية التي تقع تحت إشرافها. والوكالة أيضا مرت بظروف صعبة وقاسية خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا مع إدارة ترامب التي حاولت تصفية الوكالة باعتبارها تشكل عنوانا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين بحكم قرارها المستند، قرار إنشاء المستند إلى القرار 194. إدارة ترامب حاولت تجفيف موارد الوكالة وأوقفت الدعم عنها، وأيضا دعت الدول الأخرى إلى وقف الدعم عن الوكالة، ونشأت فجوة في تمويل الوكالة خلال السنوات الماضية. هذه الفجوة أثرت على مستوى ونوعية الخدمات وعدد الخدمات التي تقدم في المخيمات الفلسطينية. نحن في منظمة التحرير الفلسطينية بذلنا جهود كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية للوكالة، ومن أجل قيام هذه الوكالة بمهامها ومسؤولياتها. وها نحن نعود لنفس المشهد حينما يعني أوقفت عدد من الدول الغربية تمويلها للأونروا مرة أخرى. القرار الأخير أنا أريد أن أشير أنه لم يأتي بالصدفة، يعني وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتقدم، يعني فقط في يوم الذي صدر في يوم الجمعة الذي صدر في
قرار محكمة العدل الدولية لتتقدم لتقول لتشكك في نزاهة المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. هي أولا أرادت أن تضرب قرار قرار المحكمة الدولية لتقول أن المؤسسات الدولية هي مؤسسات مخترقة، هي مؤسسات فاسدة، وهي مؤسسات ترعى الإرهاب، وبالتالي لا ثقة في قرارات هذه نعم المحكمة. وبالمناسبة حتى أكون يعني أكون دقيق أيضا معك ومع المشاهدين، هذا الملف أعد من أسابيع، ولا لماذا يعني الحرب لها حوالي يعني حوالي 115 يوم نعم تقريبا، لماذا يعني فقط اليوم الجمعة فقط يعني صدر هذا نعم الملف؟ كان واضح إعداده يعني. وأيضا حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وزعت هذا الملف مسبقا على كل الدول، على نعم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بما في ذلك كندا وأستراليا، نسبة وبالتالي التمويل عندما العربي للأونروا قد إيه؟ لا تتجاوز 7% من نسبة التمويل، موازنة الأونروا سنويا مليار و100 مليون تقريبا سنويا، 7% بس من الدول العربية. 7% فقط من الدول العربية. نعم، من كل طب الدول العربية ده بالمجمل. ممكن يأثر إزاي على أهالينا في غزة؟ أولا يعني مجموع الدول التي أعلن الأمس واليوم على توقيف دعمها للأونروا يعني بيتجاوز 150 مليون دولار تقريبا، مجموع الدول التي أعلنت، الولايات ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها ستوقف الدعم الإضافي للأونروا غير الدعم السنوي، لأنه كانت وعدت بتقديم دعم إضافي هذا العام بقيمة 94 مليون دولار، لذلك يتجاوز هذا الدعم تقريبا 250 مليون اللي تأثرت في موازنة الأونروا لهذا العام. بدون شك كل مناطق العمليات الخمسة ستتأثر بهذا الموضوع، وأكثرها تضررا هو غزة، غزة. نعم لأنه عدد المستفيدين من الأونروا في قطاع غزة يتجاوز 1,400,000 مواطن نعم في قطاع غزة. اليوم بعد العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر أصبح أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني مستفيدين من الخدمات التي تقدمها الأونروا. كانت كما هو بتعمل ايه معلوم بالظبط أن الاونروا؟ ايه خدمات الاونروا؟ الخدمات الأونروا بتتوزع على الشكل التالي: أولا على قطاع الصحة، وهناك العديد من العيادات وأيضا تقوم العيادات والأجهزة الجهاز الصحي في الأونروا بتحويل المستشفيات في حال يعني لم يكن لديها إمكانية لإجراء العمليات أيضا وتقديم الأدوية. طبعا هناك أيضا الجهاز التعليمي، وبالمناسبة عدد الطلاب اللي بيستفيدوا من التدريس في المراحل من المرحلة الابتدائية لا للثانوية في الأونروا بيتجاوز 950 ألف طالب نعم وطالبة فلسطينية في منطقة العمليات الخمسة التي أشرت لها قبل قليل. أيضا هناك المراكز التدريب المهني المنتشرة في مراكز العمليات المختلفة، وأيضا هناك الخدمات المختلفة التي تقدم بمراكز ما يسمى مراكز خدمات المخيمات مع اللجان الشعبية في المخيمات، وهي مراكز عديدة تبدأ من النظافة وغير ذلك، وأيضا البنية التحتية في المخيمات وغير ذلك التي تقوم فيها نعم الـ إذا خلال خطوة السنوات تعليق الماضية. وقف تمويل الأونروا من بعض الدول الغربية هي خطوة ستؤثر وبشدة على يعني الفلسطينيين في الداخل. ستؤثر أولا على الوضع الإنساني نعم المتفاقم أصلا في قطاع غزة، نعم وستؤثر على الوضع الإنساني ومستوى الخدمات في مخيمات كل من سوريا ولبنان التي
ليست أقل سوءا مما هو عليه في قطاع غزة، هم وهذا أمر يعني معروف ويعني مقروء جيدا. لكن أنا أريد أن أشير لمسألة أخرى. الاتهام كما قلت أنه كان مدبرا، وهو عبارة عن يعني اتهام لم تثبت صحته، نعم ونحن يعني منذ ذلك نوع يعني منذ إعلان ذلك، وتفاجأنا يعني بشكل صادم من ردات فعل العديد من الدول التي اتخذت قرارات يعني لوقف تمويلها. احنا بنعتقد انه قرار الأونروا قرار متسرع، وينبغي عليها ان كانت ان تدرس الموقف قانونيا. نعم يعني لا يجوز ان تتخذ قرارا بفصل الموظفين قبل ان تتحقق من الادعاءات نعم الاسرائيليه. هل كان في وهذا الإمكان أبدع مما كان، وأنا أقصد على يعني القرار بتاع محكمة العدل الدولية، ماذا كنت يعني تتخيل أن يكون القرار الصحيح أو الحكم الصحيح لمحكمة العدل الدولية؟ نحن أجرينا مقارنة بين عدد لقضايا متشابهة، كما هو الحال الآن مع جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والادعاء أن هناك جرائم إبادة جماعية كانت في أوكرانيا من قبل روسيا. نعم جرائم الإبادة الجماعية في مينمار ضد المسلمين الروهينجا التي أيضا رفعت قضية أمام هذه المحكمة من قبل غينيا بيساو بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. نعم أيضا الحكم الذي صدر بشأن صربيا، والحكم الذي صدر أيضا بشأن كمبوديا يعني في ثمانينات القرن الماضي. نحن أمام حوادث عديدة متشابهة، لكن واضح تماما أن لدينا الآن ما يمكن أن نقوله بوضوح أيضا ازدواجية معايير نعم في المحكمة الجنائية نعم الدولية. في قضية روسيا صدر قرارا فوريا بالضبط زي ما انا قلت. نعم يلزم روسيا بوقف إطلاق النار، بينما في الموضوع الفلسطيني لم يصدر قرارا فوريا نعم بوقف نار احترازي، بوقف إطلاق النار الاحترازي، كما جرى في العديد من نعم القضايا وصلت فكرة المشابهة. حضرتك سيد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا عبر الزوم من رام الله.